السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى أخوتي أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اللي مازال ما مشتركش معنا في القناة نتمنى أنه يشترك في القناة ويدعم القناة باش نبحثوا دائما على الجديد وما يفيد جميع المهاجرين وجميع المغاربة أينما كانوا وجميع العرب أينما كانوا كذلك. كما تعرفوا يعني الحرب السياسية الدبلوماسية اللي قائمة ما بين اليسار وما بين اليمين، اليسار الفرنسي واليمين الإيطالي، ما بين ماكرون وما بين سالفيني، في تزايد مستمر. ماشي أول مرة، هذه دابا ديجا كاين واحد يعني حرب كلامية، ديجا دي مايو كذلك، ديجا جورجيا ميلوني كذلك، كنتكلموا على الوزير الفرنسي بطبيعة الحال، وكذلك تيقولوا بأنه هو راه كما تعرفوا يعني أكثر من 16 دولة إفريقية تتستغل لفرنسا، وهذا شيء يعني صحيح ماشي كذوب، ولكن إيطاليا اللي تكلمت على المسألة هذه فهي تتعني بها بالذات تتعني ليبيا وما وقع في ليبيا من تدمير، وبذلك كذلك يعني هذاك التدمير اللي قلنا شحال هذه يعني ما حصل لليبيا كانت عنده او ما هو كاين دابا الازمه اللي تعيشها ايطاليا بطبيعه الحال عندها علاقه كبيره بالازمه اللي تتعيشها ليبيا، لان هذه مسائل مفروغ منها، وبحكم ان ليبيا كانت كذلك مستعمره ايطاليا بطبيعه الحال ايطاليا عندها مصالح تما وتضررت من بعد الحرب اللي وقعت عليها من طرف فرنسا والانجليز كما تعرفوا. كما قلت لكم يعني هذه الحرب لا زالت مستمره لحد الان، خصوصا يعني من بعد الحادثه ديال سي واتش اللي وقعت، هذيك الربانه كارولا راكيتي الالمانيه اللي كانت خدامه على ديك الباخره الهولنديه كما تعرفوا، ويعني حتى المشاكل اللي وقعت في يعني في بخصوص ديك المساله، خصوصا سالفيني والنعوت يعني اللي نعت بها كما جاء على لسان هو وعلى لسان الصحافه بانه عيره وسبه، وكذلك القضيه عنده مازال في المحكمه. ما عليناش، اللي كاين هو مؤخرا نهار 22 في هذا الشهر هذا كان تعقد كما قلت لكم مؤتمر حاضره في المنظمات يعني عالميه ديال الهجره او ديال المهاجرين، وكانوا حاضرين فيه وزراء الداخليه ديال الدول الاوروبيه بطبيعه الحال. حضروا في هذا الاجتماع اللي كان تراسه الرئيس الفرنسي ماكرون كما تعرفوا، حضرته تقريبا 14 دوله هما اللي حضروا. السيد وزير الداخليه الايطالي ماتيو سالفيني بطبيعه الحال ما حضرش، لانه ما تيبان لي ماشي شي حاجه يعني شي حاجه اللي مهمه بزاف بالنسبه ليه، من بعد انه يعني دار يعني السياسه اللي نهج ديال البورتوكيوزي يعني صافي يعني ما مشغلوش هو يعني في المسائل ديال الاجانب، صافي راه داير ايطاليا راه داير القوانين ديالها كما تعرفوا، وما تهمو يعني لا يعني في شيء ذلك المؤتمر. وذاك المؤتمر اللي تعقد كما قلت لكم نهار 22 في هذا الشهر هذا كان تعقد في باريس، حضروا 14 دوله ممثلين بوزراء الداخليه ديالهم، وكانت من الاشياء اللي تكلموا عليها وتكلم عليها الرئيس الفرنسي كذلك هي يعني لازم يعني من انقاذ الناس اللي محتاجين انقاذ، خصوصا الاطفال النساء يعني الناس اللي في حاجه الى مساعده، ما يمكنش اننا نسدوا عليهم البيبان، ما يمكنش اننا نغلقوا يعني هو ترى مساله صريحه توجهها هو ديريكتومون لسالفيني، ما يمكنش انه يدير ديك السياسه ديال غلق الموانئ في وجه البواخر اللي تتعمل ضمن واحد القانون دولي، قانون راه موافق عليه جميع الدول تقريبا، وتتعمل ضمنه هاد البواخر اللي تتحتق عباد الله يعني اللي تتنقض عباد الله في البحر، راه خدامه ضمن واحد القانون يعني راه مساله ماشي عشوائيه. بطبيعه الحال القانون تيقول بانه يعني من ينقضوا شي ناس او لاجئين او غرقى لازم يوصلهم الى اقرب ميناء، وبطبيعه الحال كما تعرفوا اللي خرج من ليبيا راه اقرب ميناء ليه هي ايطاليا. هذا الشيء ما تعرقش ايطاليا، لان فعلا ايطاليا راه بصراحه النساء راه يعني واحد المساله يعني راه اغلبيه يعني ديال المهاجرين والاغلبيه ديال اللاجئين راه تدوزوا كلهم تدوزوا على ايطاليا، سواء كانوا تلقاو فيها او ما تلقاوش فيها، ولكن راه تيدخلوا لايطاليا، وايطاليا يعني ما جا وزير الداخليه دار هاد القانون هذا والا يعني بلغ السيل والزوبه عندهم،
خصوصا مع الازمه اللي كاينه. يعني الازمه اللي كاينه زادت ازمات، زادت خلات ان وزاره الداخليه انها تاخذ هذه القرارات، خلى ايطاليا انها تاخذ هذه القرارات هذه ديال غلق الموانئ. كما قلت لكم السيد الوزير الرئيس عفوا الرئيس الفرنسي يدين الانفجارات اللي وقعت في المخيمات اللي كاينه في ليبيا اللي قاموا بها اللي حاكم ليبيا حفتر او شكون هو، كان دار يعني كان دار شي تفجيرات على وماتوا بزاف ديال اللاجئين كما شفتوا، راكم شفنا المسائل في الاخبار يودينوا هذا الشيء وناسين حتى هما، نساو فرنسا بانهم حتى هما كانوا بومباردو ليبيا وقتلوا بزاف ديال عباد الله، يعني لا ذنب لهم في داك الشيء اللي وقع ما عليناش. المهم ان صالفيني تيرد على انه يعني ما تجيش فرنسا اللي غادي تورينا زعما اش غادي نديروا، بصريح العباره كان قالها في واحد التصريح صحفي بطبيعه الحال كان رد عليه سوبيتو، يعني ما تعطلش عليه توا صالفيني في الرد. المهم ماكرون يعني هذا المؤتمر اللي كان عقد هو يعني توجه يعني ديريكتومو يعني توجه هذه الانتقادات توجه لايطاليا وتوجه لصالفيني في شخصه كوزير داخليه، ولكن كما قلت لكم يعني الوزير الداخلي ماتيو صالفيني يعني لازال متعنتا في ذاك القرار ديالو. اللي كاين هو انهم باغيين دابا 8 ديال الدول تقريبا فيهم فنلندا لوكسمبورغ جرمانيا البرتغال، ممكن شي 8 دول في هاد 14 اللي كانوا حضروا المؤتمر يعني وافقوا على واحد المساله، وغادي تعقد واحد المؤتمر كذلك في مالطا في سبتمبر في هذا العام هذا. يعني ربما الاتفاق اللي باغيين يخرجوا به، ولكن خاص بطبيعه الحال ايطاليا ضروري خاصها انها توافق على هذه المساله دي. يعني ايطاليا تخلي البواخر يدخلوا ايطاليا الموانئ ديالها، وبعد ذلك يعني يتم يعني نشر هذوك الناس يعني يفرقوهم على الدول هذو يعني كلاجئين، وكذلك تعجيل واحد المسطره اللي هي مسطره ديال الترحيل يعني للناس اللي ما عندهمش اوراق، الناس اللي هذا هو اللي جا به دابا هذا القانون هذا اللي دار في فرنسا. المهم الايام الجايه غادي نشوفوا واش كاين اش غادي يوقع مثلا في هذه الازمه هذه اللي كاينه. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير واستفدتوا معي في هذه الحلقه هذه، ونتمنى نتلاقى معكم في حلقه اخرى، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.